فرحنا برسامة الشمامسة في درجة الإبسلطس الأطفال الصغيرين الملائكة في من سن 5 لـ7 سنين، فرحنا بيهم ورسمناهم في درجة المرنم، وبنعدهم أنهم يكونوا شمامسة مرنمين في الكنيسة. بنديهم فصول ألحان، وبنبتدي بالألحان البسيطة الصغيرة، وبنكبر بيهم لحد ما بيتعلموا الألحان الكبيرة، وبنعين ليهم معلمين. كل مجموعة صغيرة بيبقى ليها معلم بيهتم بيهم وبيسلمهم الألحان، ودي وسيلة حية وقوية أنها بتربط الطفل بالكنيسة وبتشبعه بروح الكنيسة. والطفل اللي بيحفظ لحن بيحب الكنيسة، بيحب يجي، بيحب يقول، بيحب يصلي، بيتعلم حاجات حلوة كتير. وبعضهم مميز، بنكتشف في وسطيهم أطفال مميزين، بنديهم اهتمامات خاصة، يعني بنديهم ألحان كبيرة وبنشجعهم، نعمل منهم مجموعة خاصة مميزة، بركة كبيرة. هم دول الأغصان الحية القوية اللي بتنمو وبتثمر ثمر صالحة في الكنيسة. ألف مبروك للرسامة، ودايما نفرح بأطفالنا، وهم دول اللي هيشيلوا الكنيسة من بعدنا. ربنا يبارك حياتهم، وألف مبروك. شكرا جزيلا. الحقيقة النهاردة كان عندنا يوم مبهج جدا في كنيسة مرمرس في دنهاخ. شرفنا وجود أسقفنا المحبوب نفت الأنبا أرساني، وزارنا وجي رسم مجموعة من الولاد الأبسلطس في الكنيسة. والحقيقة دي يعني خدمة وطاقة جديدة جدا في الكنيسة، وبإذن الله في الزيارة قريبة هيرسم لنا برضو ولاد من الشمامسة الأغنصص، نزود طاقة الخدمة في الكنيسة. دي بركة كبيرة، بنشكر سيدنا على تشريفه وقضى معانا اليوم كله، كان حاجة مبهجة لكل الولاد في مدارس الأحد والشعب الكنيسة، وربنا يديله الصحة ويدورنا دايما ونباركنا عليها لكنيستنا. ربنا يفرح قلب شعبه وولاده عقبال ما تكمل رسامة الأغنوستوس وإبدياكم وأكتر من كده كمان. شكرا كمان قناة سي تي في تعبت وجت غطت اليوم، عملت اسم الاب والابن والروح القدس امين. النهارده كان يوم مفرح جدا، باركنا وشرفنا نيافه الانبا ارساني وفرح ولاده وشعب كنيسته. تمت رسامه مجموعه من ولادنا الشمامسه لدرجه الابسلطس، ودي كانت مفرحه جدا جدا للشعب ولكل الكنيسه. شكرا سيدنا، البركه الكبيره اللي انعم عليها لكنيستنا، ربنا يفرح قلب شعبه وولاده عقبال ما تكمل رسامه الاغنوستوس وابدياكم واكتر من كده كمان. شكرا كمان قناه سي تي في تعبت وجت غطت اليوم، عملت مجهود كبير. الف شكرا. احنا النهارده نشكر ربنا، اخذنا بركه سيدنا الانبا ارساني، جاء باركنا وصلى معانا القداس، وكمان رسم حوالي 25 طفل من ولاد الكنيسه برتبه ابسلطس، ودايما سيدنا منورنا ومباركنا، ونشكر سيدنا على محبته الكبيره، وبصلواتكم وبصلوات الكل، بصلوات سيدنا وبصلوات سيدنا البابا، الخدمه تنمو وتنجح وتزدهر في كنيستنا. وشكرا لقناه سي تي في. احنا النهارده نشكر ربنا، اخذنا بركه سيدنا الانبا ارساني، جاء باركنا وصلى معانا القداس، وكمان رسم حوالي 25 طفل من ولاد الكنيسه برتبه ابسلطس، ودايما سيدنا منورنا ومباركنا، ونشكر سيدنا على محبته الكبيره، وبصلواتكم وبصلوات الكل، بصلوات سيدنا وبصلوات سيدنا البابا، الخدمه تنمو وتنجح وتزدهر في كنيستنا. وشكرا لقناه سي تي في.